مكملين بباقي المساحات الصباحية لليوم، ورح أروح هيك لفقرة نحكي فيها أو نستذكر من خلالها كثير من العبر الرمضانية، نستذكر قصص رمضانية مرقت بحياتنا. كل حدا فينا يا ليلى عنده ذكريات من الماضي مع عيلته، مع أجواء رمضان، كيف كنا نحن نحضر للإفطار، شو هي أهم العبر اللي نحن كنا ناخذها خلال أيام الصوم. واليوم الأطفال هن أماني عنا، ومفروض نحن أيضا نصدر لهم هي الثقافة ليتعلموا أكثر المبادئ والقيم الرمضانية. تماما يا رشا، رح نحكي ضمن محطتنا مفصلا عن القصص الرمضانية وأهمية العبادات بهذا الشهر الفضيل، وكيف ممكن نزرع بأطفالنا القيم، الخير والمحبة والصدقة وأيضا الأمانة خلال هذا الشهر الفضيل، وشو هي الطقوس وكيف لازم نعودهم على الطقوس الرمضانية وعلى العادات نحن اللي منزرعها فيهم. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، مجد اللوسي، مدربة تنمية بشرية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك حبيبة قلبي، رمضان كريم وان شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والخير والسلامة. عليك يا رب. امين على الجميع، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، صباح الخير لك مجد. اليوم عم نحكي عن 30 قصة، خلينا هيك نروح فورا للقصص اللي ساويتها اليوم مجد. مجود و سمور. اليوم هنون 30 قصة، بكل قصة قلنا في عبرة، في حكاية، في قيم رمضانية. خلينا نحكي عن أهمية هدول الحكايات، صار عندنا فضول نقراهم. تمام. هلا الكتاب اسمه رمضانيات مجود وسمور. مجود هو اسمي انا، مجد آلوسي، سمور هي الدكتوره سمر شكا. طبعا انا اخترت هذا الكتاب انا وياها، طبعا بالتعاون انا وصديقتي. اول شيء اخترنا القصص، القصص سلوكيه هي، ليست دينيه. القصص بالكتاب هي موجهه سلوكيا، انه الطفل عنده 30 قصه بالشهر الفضيل، بيعرف مثلا عاقبة الكذب، عاقبة الغش. انا عم وجه الطفل سلوكيا، بعد نهاية القصة في عنده عبرة، الطفل عبرة بيستنتجها من القصة، انه اذا كذب الطفل شو ممكن يصير، اذا غش شو ممكن يصير. بعدها انا فتت على القناديل، عنا نحن 30 قنديل، هذا القنديل في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الطفل هو بيقرأ هذا الحديث تابع للقصة السلوكية تماما. ايضا في عنا شيء اسمه كوب الحسنات. كوب الحسنات هو مثل كوب الشاي، انا يعني حتى التصميم انا حاولت اني افكر كيف انا اطلع الفكره وانقلها بطريقه التصميم. طبعا المصمم لاوند آلوسي اللي هو اخي. طبعا بهذا الكوب نحن بنحط سؤال للطفل، سؤال هو ديني هون، بس بيكون معنه هذا السؤال الصعب، يعني مثلا ما هي اول آية في القرآن الكريم. هو الطفل بده يبحث وبده يحط الإجابة بكوب الحسنات. كوب الحسنات انه هو عم ياخد حسنة اذا كانت إجابته صحيحة. ايضا انا عملت نشاط بالأخير، في نشاط هذا النشاط طبعا تنوين أنا الهلال. تمام. هذا النشاط انه الطفل بياخذ نشاط يومي، لازم يعمله يوميا، يعني يمشي معنا يوميا من اول شهر. بس اخترت النشاطات تكون ما لها ذات تكلفه، يعني يوم نحن مثلا بنساعد ماما بالافطار، يوم نحن بنحضر السحور، يوم نحن ممكن نلون كلمه رمضان كريم، يوم ممكن نحن نلون فانوس ونقصه. طبعا موجود بقلب الكتاب هذا يوم نشاطات. مثلا نحن بنحكي كلمة حلوة، يوم بنساعد فقير بوجبة إفطار. طبعا هذا النشاط مشان يحس حاله الطفل أنجز شيء بشهر رمضان المبارك. وبنهاية الكتاب في عنا الصلوات، العبادة، الأجزاء القرآني اللي هو ممكن قرأه، والسلوك الإيجابي اللي هو اشتغله مع يعني بفترة النهار. طبعا أنا والدكتورة توجهنا بهي الطريقة لعقول الأطفال لحتى نحن نجذب الطفل خلال شهر الفضيل، لأنه تعرفوا نحن برمضان المبارك أغلبية الأهالي بيكونوا شوي في عنا يلي ربات منزل عندهم شغل. هذا الكتاب هو متى ما عطته للطفل فهو دائما بفترة النهار عم ياخد قيام، عم ياخد عادات، وبيكسب عادة بنهاية الشهر لبعد شهر رمضان المبارك. بيكسب عادة اللي هي مثلا أنه صار في عنده قيمة، أنه هو ما في كذب، عنده قيمة لعدم الغش، عنده قيمة أيضا ليحكي كلمة طيبة، هو مارس الكلمة الطيبة يوميا، تبسم، هو بيعرف، هو بيكتسبها لبعد يعني على مرور الأيام للسنوات، يعني متى ما أخذها هي القيمة من الكتاب فهو أخذها عادة تماما.
تمام، وكثير مهم النقاط اللي ذكرتيها. يمكن الاطفال او وقت بيتعودوا على الصيام او الاهل بيعودون على الصيام، يمكن بياخذوا الصيام من منحى انه نحن لازم نصوم عن الاكل والشرب، لازم نرتاح، ما نطلع من البيت، ما نروح على المدرسه. في فرق كثير كبير. حطيت حتى نصائح للطفل مثلا الامهات، مثل ما قلت لك في بعض الامهات مشغولين وهن ما عم مثلا ما فاضيين يعطوا قيم، او انا حطيت بالبدايه نصائح طبعا انا والدكتوره، انه مثلا الطفل لازم يفطر على تمره، الطقوس الدينيه مثلا الطفل لازم يمتنع عن اكل الطعام ولكن بطريقه تدريجيه، يعني انا مثلا في كثير اطفال اعمارهم صغيره مثلا حنقول صف ثاني او ثالث انه انا بدي صوم، اي ممكن انت تصوم مثلا لاذان بطريقه تدريجيه، ممكن انا افطر يوم اذا تعبت، اي ممكن، يعني احنا ما لنا يعني احنا عم نحبب الطفل بالصيام وبنفس الوقت عم يكتسب عادات وقيم واهداف ومبادئ دينيه. تمام، ما نحسسه انه هذا الصيام فرض او انك انت بالاجبار، لا، شوي شوي بالتدريج بيعرف قيمه هذا الصيام. خلينا نحكي شوي عن القصص، قديش مهم اليوم القصص الرمضانيه تتداول، وخصوصا انه بين الاطفال، او اهم القصص اليوم المتداوله، خلينا نحكي عنها. تمام، هلا اكيد القصص هي بتعطي اهداف ومبادئ سلوكيه عند الطفل وبنزرع فيهم اهداف. هلا القصص نحن عملنا اخترنا 30 قصه، وانا اخترت ابطال القصص هن من طلابي، حتى يعني مثلا كل حدا ببطل بقصه، مثلا عندي مثلا طالب اسمه حسن حطيت حسن، طالب عندي كرم، عندي لارا، عندي حلا، اخترت اسماء طلاب، وايضا الدكتوره اختارت ليس، اختارت قاسم، يعني هن الاولاد كثير حتى بيفرحوا انه في اسماء موجوده، وبنفس الوقت بيقولوا لرفقاتهم وبيشجعوا بيقروا، بيحاولوا انه يقروا القصه وبيحاولوا انه هن يلاقوا انه في هدف، يعني حتى وقت طلع اصدرت الكتاب انه انا اللي انا مثلا انا الطبيب حسن وانا كرم وانا لارا وانا حلا انا نور انا جوليا، هن كثير مبسوطين انه حتى اسمائهم، يعني انا حاولت اعمل لفته تحفيزيه لهدول الاطفال. يعني طبعا بوجه لهم تحيه وبقول لهم رمضان كريم لاني انا كثير بحبهم. نحن اكيد من خلالك بدنا نعايدهم اليوم. طيب اليوم بعد ما هذا الكتاب تم اصداره وصار بمتناول ايدين الاطفال، يمكن اكيد انت حبيتي تعرفي اليوم شو ردة فعل الاطفال على هذا الكتاب بعد ما قرأوا، كيف كانت النتيجة؟ هلا اكيد هلا اليوم هو اول يوم هو بدهم يقرؤوا اكيد. هلا هي مجرد ما شافوا الغلاف والصور موجودة كانوا البلبة. كتير مبسوطين انه نحن في كتاب لنا، نحن في شيء بخصنا، في اهتمام من قبلي انا، وايضا الدكتورة ايضا اهتمت بالشريحة الاطفال موجودين عندها، فهن مبسوطين ويا مس بدنا نحكي معك بدنا نقول لك شو بدنا نعمل. طبعا مو بس طلابي يلي حتى اخذوهم، في كتير نسبة كبيرة اخذت هذا الكتاب، وانه احنا ممكن اليوم صار عندهم فضول ايضا، كثير مبسوطين ايضا تواصلوا معي الاهالي انه انا كثير حابه ابني انه يمسك الكتاب يقرا، انه بدي يلغي عفوا الاجهزه موبايل. الالكترونيه بدنا نشجع على القراءه، وخصوصا بهذا الشهر الفضيل، والقصص كثير يعني ممكن تعمل هدف عند الطفل وممكن تعمل عنده مبدا، فكانت حتى الاهالي كان صداها كثير كبير علي هي السنه. طبعا انا السنه الماضيه ايضا عملت انا والدكتوره كتاب اسمه مصابيح المعرفه، كل سنه انا بصدر كتاب برمضان. كيف كانت اصداءه بين الاطفال؟ كيف كان تجاوب مصابيح المعرفه؟ الكتاب الماضي كمان كان الكتاب عم ينتظروا الاهالي انه مجد شو بدها تعمل برمضان هي والدكتوره سمر، انه وين الكتاب؟ فانه انا حسيت حالي صرت مجبره ايضا مسؤوله اليوم تماما، انه انا مسؤوله. حتى السنه الماضيه كمان اخترت ابطال الحلقه كمان هن طلابي، وهي اختارت ايضا طلابها، يعني هن موجودين على ارض الواقع، انه مجد صارت تعمل كتاب خاص برمضان لاطفالنا، فانه نحن عم نستنى، فحسيت حالي انا مسؤولة بشكل مباشر، وعم بنبسط أنا من جوا، عم يعطوني طاقة إيجابية أنه عم يمسكوا كتاب ويقروا، هي عم تقوى قراءتهم، أنا عم حفزهم، أنا عم بعطيهم مبدأ، عم بعطيهم قيمة، عم بعطيهم حتى في بعض الأطفال يلي هو حسن أنه مس بدي مسبحة مع الكتاب، أو بدي عدات أنا أقعد أعمل تسبيحات برمضان، أو مثلا بدي من العبرة هي أنا سجلها عندي، فهذا الشيء كان عملوا كوب نظامي يعني حيعملوا تشخيص لهذا أكيد الكوب. أكيد طبعا أكيد. في منهم هلا عندي طالبة متميزة اسمها حلا، قريت الكتاب وصلت للنص، قلت لها انتظري شوي خلي في تشويق، كل يوم بيومه كل يوم بيومه، هي حدا متميز شبهني أنا ما فيني ما قدرت الصراحة وصارت دغري يعني تتواصل معي إنه هيك أنا حبيت هاي القصة، أنا حبيت، يعني أكيد
هو لقى صدى عند الأطفال. تمام، كتير مهم تعليم الأطفال هي الأشياء اللي فعلا هي بتفيدهم وبتهمهم. اليوم ذكرت كتير نقاط مهمة وكتير من الأشياء والعادات اللي لازم نعلمها لأطفالنا بشهر رمضان الكريم، ويمكن في أشياء نحن ممكن نكون منجهلها. خلينا نحكي أكثر عن الأشياء اللي لازم نعلمها لأطفالنا خصوصا بهذا الشهر الفضيل. تمام، هلأ بداية نحن ضروري نعلم الطفل أنه مثل ما حكيت قبل قليل أنه نحن نفطر على تمرة، دائما يكون في تعاون بالاسره، نعاون ماما وقت الافطار. هي نقطه كثير مهمه. اكيد. هلا ممكن نعمل طقوس الصلاه، العباده، نحاول مثلا نخفف. هلا في بعض الاطفال بيقولوا لك انه انا بصوم بعصب، انه نحاول نخفف تعصيب. الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، الصيام هو ايضا انه نهذب اخلاقنا شوي، نحاول نضبط نفسنا، نحاول نخفف كمان ضبط النفس. لازم يشوفوا بالاهل، لانه اذا كان كمان الجو فيه توتر بالبيت وربي بده يكون مشحون، فلازم الطفل بده يتعود وياخذ من هي الاجواء المشحونه والفيها توتر. هذا الشيء الاهل كمان بدهم ارشادات. اكيد قالوا الارشادات انه المفروض نحن شوي نحاول نكون اخف. هلا بعض الاطفال عطاني برنامجه انه انا برجع على البيت بكتب وظائفي وبلش بالكتاب وبعدين على الافطار، وبعد انه انا ماشي معك مثل ما انت. تماما، برنامج الدراسي كثير مهم. فهي الاشياء نحن يعني ما بدي اقول مع الاسف، بالعكس انا حابه انه تكون بكل بيت عنا، بكل بيت سوري موجوده هي القيام وموجوده هي التعليمات لاطفالنا الموجودين. قد ايه اليوم التعامل مع الاطفال خلينا نقول هذا السهل الممتنع فيه حذر؟ يعني اليوم نقول ايه طفل يعني، بس هو ما بتمر عليه يمكن كثير بنقاط تاثرتي ببعض خلينا نقول الاقتراحات، انه قالوا لك لو حاكيه هيك او لو عامله هيك يمكن اعطوكي فكره بمكان ما. خلينا نحكي اليوم عن هذا التعامل، قد ايه اليوم انت حذره بانتقاء المواد اللي بدك تقدميها للطفل؟ اكيد طبعا هذا الشيء يعني بديهي، واكيد طبعا اكيد بتجي انتقادات، ولكن الكتاب الماضي هو مصابيح المعرفه اعطوني بعض الاقتراحات. انتقاءات انا قصدي. تمام تمام، انت حذره اليوم. تمام، انا جدا حذره بطريقه طرح القصه حتى. يعني انا وقت بدي اكتب قصه لطفل انا بدي فوت على دماغ الطفل. انا هي الشريحه هي نحن مثل ما تفضلتي حضرتك قلتي لي السهل الممتنع، هي سهل ولكن فيها جدا صعوبه، لانك انت بدك تفكري بدماغ الطفل هو شو ممكن، يعني شو ممكن عم يقرا وشو ممكن عم يفكر. خاصة وبنفس الوقت القيمه اللي اخذها هل هي زرعت، وبنفس الوقت بدك تكون مختصره، ما بدها تكون كثير يعني انه انا حاول اني انا اتشدد بطريقه سلوكيه او بطريقه دينيه، انا بدي اعطيها بطريقه محببه وتحفيزيه يحبها، ما يحس حاله انه هو مضغوط. تقدري تشديه يعني لهيك. هلا انا دائما بالخط المباشر مع الاطفال، يعني انا ما بترك الأطفال أبداً، عطول أنا بتواصل مع الأطفال وبدرس الأطفال، فدائماً بحب شوف اللفتة منهم. يعني هلأ مثلاً في عندك قصة لارا والوطن، لارا حدا بيحب كتير يسافر، هي إحدى طلابي وأنا كاتبتها بالقصة، فأنا كنت دائماً أقنعها يا لارا نحن ممكن إذا غادرنا الوطن ممكن ما ننبسط، إنه أنا حابة أنا يعني نسمع نحن من المحيط اللي حوالينا. فأنا بالقصة كتبتها بخصوصي لارا والوطن، إنه نحن إذا سافرت لارا ولارا لقيت أصدقاء هن ما تواصلوا معها بشكل مباشر، فرجعت لوطنها ولقيت إنه رفقات المحيطين فيها احتضنوها بوطنها، وإنه لو يعني وطننا هو الأساس. فأنا بحاول دائما ألمس حتى شخصية الطفل، ممكن أخذ منه الفكرة. تخيلي يعني فكرة القصة بتأثري وبتتأثري اليوم بتأثر فيهم، وبطبع يعني بحاول أخذ فلاش عن الفكرة اللي عندهم وبحاول أني أنا دغري طبق. تمام، ذكرتي نقطة كتير مهمة إنه الأطفال نحاول نبعدهم عن الإلكترونيات، وفعلا للأسف هلا نحن الواقع اللي نحن فيه طفل صغير يمكن عمر شهور عم يحمل جواله ويلتهي فيه. يمكن أنت بجوز تكوني واجهتي هيك نماذج من خلال تعاملك مع الأطفال، أو يمكن الأهالي اشتكوا إنه ابننا كتير بدنا نبعده عن الجوال. خلينا نحكي عن هدول النماذج وكيف تعاملتي معهم. هلا حتى بالاول ما طرحت الكتاب انه انت طرحتي كتاب، هلا الاولاد ملتهين بالموبايل، الاولاد ما حيحبوا يمسكوا كتاب. قلت لهم لا، انا بدي ارجع الكتاب لايد الطفل. اكيد انا بتجيني عده شكاوي من الاهالي انه الطفل هو بيقعد فترات جدا طويله على الموبايل وببرامج والعاب، نحن كيف بدنا صار في مثل طريقه ادمان الكتروني. تماما، فانا يعني برايي انه لا، نحن وقت بنحمل الطفل الكتاب انا بدي احاول بعده ولكن بطريقه تدريجيه. الادمان الالكتروني اكيد ما فيك تسحبي الموبايل بطريقه
يعني دغري فورا اسحبه واعطيه كتاب، اكيد لا، انا بدي احببه. هلا حتى بالكتاب عملت شغلات يعني الوان صور، حاول اني انا احفظه، حاول اني انا بعده شوي عن الاجهزه الالكترونيه، خليه يمسك كتاب. في منهم قالوا لي انه بي دي اف مثلا، لا انا ما بدي بي دي اف، انا بعدت تماما تماما، انا بدي بعد، انا بدي بعده عن الموبايل. يعني لاحظي انا كم هدف اخذت، هدف سلوكي، هدف قيمي، هدف ديني، هدف اني انا اعدل سلوك الطفل، اني انا بدي اسحب الموبايل ولكن بطريقه تدريجي، بدي عوده للطفل يكتسب عادة القراءة. هو عرف انه كل يوم عنده قصة خفيفة ومحببة بياخذ منها عبرة يوميا بيشتغل بها، هو تعود بعقله اللاوعي انه هو يفتح كتاب ويقرا، لمسه الكتاب حس فيه. اما اليوم انت وقت بدك تعطيه الموبايل وعن طريق البي دي اف، وكثير انطلب مني بي دي اف، انا رفضت بشكل قطعي لاني انا بدي بعد الاطفال عن الموبايل حتى صحيا افضل لهم لعيونهم. يعني في كثير اطفال يمكن شفناهم صارت معهم حالات ضعف بالنظر من وراء انه الجوال والاعداد الطويله على الجوال. حتى ممكن يصير في عنده حاله من السبات، انت تحكي مع الطفل هو ماسك الموبايل بتنادي له هو ما بيرد عليك، عاد مو مشدود انتباهه للموبايل. فانا بدي يكتسب ايضا عاده القراءه، انه يتعود انه هو مو بس حتى برمضان عنده كتاب، هو دائما يحاول يدور على قصص، يكون في عنده علم، يكون في عنده، يحاول انه يطلب من امه انه هو ينزل على المكتبه وعن جد ياخذ قصص ويقراها، يكتسب عاده القراءه. اليوم بتحسي انه القصص الورقيه او اي شيء، المجلات اذا من هيك مستذكر من زمان، مجلات الاطفال كان فيها متعه كثير كبيره. يعني اليوم قد او ما بعرف لسه شخصيه انه انا ما بحس انه الموبايل ممكن يغني عن القصص الورقيه، واليوم اطفالنا فاتوا بمرحله مسابقه القراءه على مستوى المدارس على المستوى الدولي، وصار في تحفيز. يعني صار في اعلان من كم نهار بكثير من المدارس للاشتراك بهي المسابقه وقراءه 50 كتاب، يمكن اليوم كتابك يكون احد الكتب يعني الطفل بده يقراها اليوم. هذا الكتاب وين ممكن يلاقوه الاهالي كرمال اطفالهم؟ هلا الكتاب ممكن بعده دور نشر، انا في عندك دار النمير، في عندك دار افنان، في عندك عده دار نشر انا حاططه، حتى فينهم يتواصلوا معي ايضا انه عن طريق الكتاب في مكتبه الاسد، لاني انا اكيد اشتغلت على الكتاب بطريقه حقول لك انه بطريقه اكاديميه، انه انا اول شيء قدمته لوزاره الاعلام طبعا في لجنه، لانه انا عم بشتغل على شريحه الاطفال وهي شريحه كثير بدها شغل، قدمته على وزاره الاعلام، اللجنه قرات الكتاب وبعدها اخذت الموافقه. وطبعا بحب اشكر الاستاذ نبيل عمراني اللي هو كثير شجعني على اني اشتغل لشريحه الاطفال. بعدها بمكتبه الاسد هو طبعا موجود منه نسخ، لانه بتاخذي انت موافقه، وبوزاره الثقافه ايضا يعني هو موجود عندنا. في تحضيرات قادمة لإلك مجد طبعاً فيما يخص الأطفال؟ هلأ أنا والدكتورة سمر أكيد نحن عم نحضر الكتاب سلوكي موجه للأمهات والآباء، هن كيف يتعاملوا، لأنه أنا أحياناً تجيني بعض الأسئلة، أنا كيف بدي أتعامل مع الطفل؟ طبعاً أنا إن كان أنا ولا إن كان الدكتورة سمر، أنت ما فيكي اليوم أنت تعطي كل طاقتك لكل الأهالي. يعني اليوم أنت إذا بدك تجاوبي على سؤال يومي بالنسبة لتعديل سلوك طفل أو بالنسبة لأي سؤال، ما بتلحقي، ما في وقت. فأنتي حتاخدي مثلا بعض، يعني حتاخدي الأطفال حقول بطريقة، حأخذ بعض الأطفال، ولكن أنا اليوم وقت بنزل كتاب كيف الأهالي ممكن يتعاملوا مع أطفالهم بطريقة التعامل السلوكي بهذا الكتاب. فهذا الكتاب الجديد إن شاء الله حيصدر إن شاء الله بعد تقريبا فترة قريبة، انه كيف الطفل يتعامل، الام كيف تتعامل مع الطفل وكيف توجه له سلوك صحيح. يعني انت اليوم وقت بتساليني سؤال، انا ابني عنده ادمان الكتروني، هلا انا مالي كل الوقت انه ما حقول انه انا مالي فاضي، انا بكون مستلمه اكثر من حالي تماما. فانا ما عندي، ونفس الشيء الدكتوره سمر، فنحن هذا الكتاب موجه للامهات والاباء على كيفيه التعامل مع سلوكيات الاطفال، وبالاضافه الى مجموعه قصصيه اكيد حتصدر كمان بعد فتره قصيره. ان شاء الله هيك بالتوفيق إليك، ونشوف قصص أخرى إن شاء الله هيك تكون موجهة للأطفال. نحن اليوم دائما بحاجة لتحفيز هذا الطفل ولا تعليمه ضمن الضجة اللي عايشينها وضمن السوشيال ميديا، هذا العالم الافتراضي اللي بعد كتير من الأهالي يعني قبل الأطفال. فكتير طبعاً. شكراً مجد لحضورك اليوم، رمضان كريم عليك مرة ثانية. رمضان كريم، وإن شاء الله بينعاد عليكم يا رب الصحة والخير واليمن والبركة. وعليك يا رب وعلى كل محبينك، رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير.